بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى وبعد، فإن محاضرة إشكالية الهوية تعد من الموضوعات الجديدة والمتكررة، والحوار ما زال مستمرا فيها والنقاشات دائمة فيها منذ زمن ليس بالقصير. الهوية، إشكالية الهوية محاضرة تكتسب أهميتها من موضوعها، لأنه موضوع يمس كل إنسان مهما كان هذا الإنسان في المجتمع، ريادي أو قيادي أو عادي، فتخص الجميع. فهي محاضرة أو في إشكالية هوية الأمة والجماعة والفرد والمجتمع. وكما سنذكر في المحاضرة أنه ليست ثمة مشكلة عند أهل الإسلام في الهوية، لأن معالمها واضحة جدا ودقيقة، ولكن الإشكالية وفدت إلينا من دراسات المتغربين أو الذين تأثروا بالثقافة الغربية وتشريعاتها القانونية ومفهوم الحضارة، مفهوم الهوية الذي حقيقة مختلط عندهم وغير واضح، سنظهر ذلك في المحاضرة إن شاء الله. فلذلك المحاضرة لها واقع محسوس متفاعل معه الرأي العام، ويحتاج مزيء من الإضاءات، وسنقدم نحن في هذا المجال إضاءة في هذا الشأن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، اللهم يسر وأعن يا كريم. موضوع المحاضرة إشكالية الهوية. في البدء أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان للأستاذ مخلص يونس لدعوته الكريمة واستضافته لنا في مكتبة التفسير للقاء هذه المحاضرة، ثم أيضا لحسن اختياره لموضوع مهم، فقد اختار الموضوع هو ونحن عاوناه في ذلك، إشكالية الهوية. في البدء حين نتكلم في هذا الموضوع عادة إشكالية الهوية، فهذا الموضوع يكتسب أهميته من الحاجة إليه. فالآن العالم يعيش حالة من الإرباك في الهوية نتيجة الأفكار المختلفة والمتضادة ومحاولة الإقصاء الفكري التي يعيشها العالم، وخاصة اتجاه الإسلام. فلذلك موضوع الهوية موضوع يشغل المثقفين والمتعلمين والنخبة، ويشغل أو لابد أن يشغل الساسة والحكام الذين يهتمون بأمتهم، وقد يغيب عن أذهان العامة من الناس، ولكنه موضوع مهم. وأول ما يتبادر إلى الذهن حين نقول الهوية، أول ما يتبادر إلى الذهن هو الهوية، البطاقة التي نحملها في جيبنا، هوية الأحوال الشخصية أو الجنسية أو البطاقة الموحدة كما يقولون، أو جواز السفر الذي ننتقل به من مكان إلى مكان. فهذه الوثيقة هي جزء من الهوية، أو هي أداة من أدوات التعبير عن الهوية، لكن الهوية أكبر وأكثر أهمية حتى من هذه، لأن الهوية تخص شخصية الإنسان الفردية والشخصية الاعتبارية في المجتمع والجماعة، وما يحيط بالإنسان من أحباب أو مكرهين، أصدقاء أو أعداء،
آخرون يريدون أن يتفهموا يتقربوا إلى آخره. فأهمية الهوية تأتي من هنا بشكل أولي وبدائي، ولكن الجذر لهذا المفهوم للهوية أكثر وأعمق. حين ننظر للإنسان بوصفه الإنساني، هذا الإنسان ليس فردا يعيش لوحده، ولا يستطيع أن يكون في الأنا فقط، ولكنه يحتاج أن يكون في علاقة مع الآخرين، مع الأنا التي يحملها يحتاج أن تكون في علاقة مع غيره من الناس، بل في التعامل مع الوجود قاطبة. فلذلك الإنسان يكون في الأنا محصور، لا يعبر عن ذاته ولا يستطيع، لأنه لا يقوى أن يعيش لوحده فردا في العالم. فمن هنا لابد أن يكون نظره يمتد إلى النحن، الجماعة، فأنا والنحن، ولكن بين الأنا والنحن موجود الهو، لأن الهو لا تعبر عن ذات الإنسان فقط وحقيقته، بل تعبر عما يحمله تجاه نفسه وتجاه الآخرين. فلذلك هذه المحاور الثلاثة تدفع الإنسان إلى أن يكون نمط معين، بوصفه فرد أو بوصفه جماعة أو بوصفه أمة أو مجتمع أو حتى بوصفه نظام في الحكم وسياسة الدولة. لذلك هذا الموضوع يكتسب الأهمية من ذاته، لأنه يشكل حقيقة مصيرية لكرامة الإنسان وعزته، وكيف يكون رائدا، وكيف يكون ذو قيمة، وكيف يكون في مجالات العطاء واحترام الذات مع احترام الآخرين. فمن هنا أن الإنسان في طبيعته، في ذاته، يبحث عن أن يكون هو، لا يكون أنا فقط. وغالبا الآن إذا رأينا أحد يتحدث أنا وأنا وأنا ننبذه، الجمهور لا يقبله. لكن إذا يرى الإنسان الذي يقدم للآخرين ويمارس الهو، تجد أن هذا الإنسان مقبول عند الآخرين ومحبوب. ولكن ممارسة الهو لا يمكن أن تكون إلا في مجال نحن، أي الجماعة، المجتمع الذي يعيش هذا الإنسان بفرديته أو بأفق جزئيته في كل معين. هذا وجه. وجه آخر أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بذاته لوحده في مجال الطعام والشراب والأمن والصحة والتعليم وما إلى ذلك، بل هو يحتاج الآخرين، فهذه ضرورة فطرية، فضلا عن الضرورات الأخرى الداعية لأن يكون الإنسان في مجال الهو والنحن. فمن هنا نشأ منذ معرفة تاريخ الإنسان، نشأت العائلة ثم العشيرة ثم القبيلة ثم ما بين العائلة والقبيلة والعشيرة من أفخاذ وفند وما إلى ذلك. هذه الحالة جعلت الناس يعيشون شعوبا وقبائل، متعارفين على أمر جامع بينهم من عادات وتقاليد وموروثات وأعراف اكتسبوها بحكم الممارسة أو بحكم موروث فكري معين، من كلمات آدم عند في مفهوم الإسلامي، أو من تجارب السابقين للاحقين في المفهوم غير الإسلامي، وإن كان في المفهوم الإسلامي أن تجارب الأمم اكتسبت من كلمات آدم في الممارسة ومن الكتب التي أنزلت على أنبياء الله ورسله والسنن التي جاء بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. حقيقة
أنا سأذكر أنه ليست ثمة مشكلة لمفهوم الهوية في الإسلام أو في العالم الإسلامي منذ جاء الإسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. ليست ثمة مشكلة هوية، لأن الإسلام قرر طبيعة الإنسان، أن الناس من ذكر وأنثى وشعوب وقبائل تتعارف على أمر جامع من عادات وتقاليد وموروثات، ولكن هذا الأمر الجامع إذا كان من يعني رسائل الأنبياء والكتب المنزلة والسنن لهؤلاء الأنبياء، يكون الأمر الجامع مجالا للأفضل والأحسن، بل هو الحسن وهو الفاضل. أما إشكالية الهوية، فحقيقة إشكالية الهوية في الفكر الغربي ومرت بمراحل. المرحلة الأولى هي ما بعد تقاسم السلطة وبين رجال السياسة ورجال الملك ورجال الدين ورجال الكليروس من جهة ثانية. فنشأ بعد القرن الثاني عشر الميلادي محاولات لاستدعاء أن يكون القرار خارج هاتين السلطتين، وهذا الصراع امتد حوالي أكثر من قرنين، صراع يعني فلنسميه ثوري نضالي كفاحي، وخاصة عضد هذا الصراع ظهور العلم التجريبي وتقدم العلم المادي على مستوى الميكانيك والكهرباء والفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك أكثر من السابق، وصولا إلى ظهور فكرة أن الرابطة التي تربط الناس مع بعضهم هي رابطة الدم أو رابطة القوم. وظن الغربيون أن كل بلد من بلدانهم يرجعون إلى نسب واحد وإلى دم واحد، الفرنسيون إلى دم واحد، الألمان إلى دم واحد، سائر بلاد أوروبا كل منها إلى دم واحد، ولكن بعدين اكتشفوا أن هذا ليس صحيحا في النظر والرؤية. فمن هنا ارتبك عندهم مفهوم الهوية، وخاصة بعد بروز مفاهيم القانون والدولة القومية التي ترجع إلى سلطتها وتحديد علاقاتها مع الناس والناس فيما بينهم، إلى التشريعات القانونية الجديدة خارج سلطة الكنيسة ورجال الملك أو رجال السياسة. فنشأ وخاصة بعد يعني في القرن السابع عشر تحديدا نشأت فكرة فصل الدين عن الحياة وأخذت طابع آخر، وهذا الطابع أنه يؤيد فكرة القومية والعرق، ويعني أنه الهوية تمنح على هذا الأصل وهذا الأساس بالانتماء والولاء، لأن الهوية هي الانتماء وهذا لا خلاف فيه، وبنفس الوقت من الناحية العملية هي الولاء، الولاء للعشيرة، للقبيلة، للشعب، للقوم. فكان هذا الفكر في هذه المرحلة تقريبا إلى أواسط القرن الثامن عشر الميلادي، كان الدولة القومية، ثم بعد ذلك وبعد نشوء فكرة الفصل بين الدين والدولة التي طرحها بوضوح وأنضجها فيلسوف جان لوك 1632-1704، هذا زمن حياته. فنشأت الدولة القومية، ثم بعد 1789 ونتيجة ظهور الدستور آنذاك الأمريكي، وكان هو نموذج للدستور الليبرالي العلماني، تقسيم السلطات الثلاثة، نشأت فكرة الدولة الوطنية، لأن رأوا أن الأعراق ليست واحدة وإنما مختلطة، ليست ترجع إلى عرق واحد وإنما مختلطة الدم. فلذلك رأوا أن الدولة القومية ليست هي الدولة المعتبرة، فذهبوا إلى
الدولة الوطنية، ثم استمر هذا الأمر في الدولة الوطنية إلى تقريبا القرن يعني بدايات القرن العشرين، لتنشأ الدولة يعني الدستورية، التي أيضا رأوا أن الوطن يعني ليس الولاء له هو التمام، بسبب وجود عرقيات وأديان أخرى لا يستطيعون دمجها وتذويبها في مجتمعاتهم. فمن هنا نشأت مشكلة صراع هوية، وخاصة ضد المسلمين في الغرب. وهذا ما نلاحظه اليوم مثلا من المظاهر العنصرية ومظاهر التفريق والتمييز على الهوية، مثلا الآن الأحداث الساخنة في أوكرانيا وروسيا، ما حصل للمسلمين في نقلهم من إلى خارج أوكرانيا، وما تم لذلك من عزل المسلمين عن غيرهم في الخروج وتأخيرهم وتعويقهم، وصارت مشاكل تناقلها الإعلام. وهذا ليس بالغريب، لأن هناك المشكلة أكبر التي هي يعاني منها الغرب الآن، هي مشكلة الاندماج. فالمهاجرين إلى أوروبا عندهم مشكلة هوية، أنه اندماجهم صعب بسبب الانتماء الفكري، لا أقول الديني، بسبب الانتماء الفكري، وأن الولاء قد أخذ أبعاد أخرى، فأصبح الولاء يتنازع بقاءه تجاه دعاة الاندماج والتنازل عن المعتقدات المعينة، بينما هم يؤمنون بحرية العقيدة والدين وما إلى ذلك. ولكن هذه حالة الاندماج دفعتهم إلى عدم تقبل المسلمين خاصة، لأن غير المسلمين ممكن أن يندمجوا، لأن عقائدهم روحية بلا نظام، فكالعقيدة المسيحية، كالعقيدة اليهودية، كسائر العقائد الدينية القديمة روحية بلا نظام، ما عدا اليهودية فيها بعض التشريعات، ولكن على مستوى الدولة والحكم ليس فيها. فمن هنا برزت مشكلة الاندماج ومشكلة الهوية، تأخذ بعدها المتين في هذا القالب. بينما الإسلام ليس عنده مشكلة في هذا الأمر، لا يدعو الآخرين للاندماج في الإسلام، لأن الإسلام، الأمة الإسلامية ليست أمة دينية بالمفهوم الكهنوتي أو المفهوم المسيحي أو اليهودي أو ما إلى ذلك، وإنما الأمة الإسلامية جماعة من الناس تعيش على طريقة الإسلام، ومنهم مؤمن بالإسلام ومنهم غير مؤمن، وهكذا قرون عديدة، أكثر من 10 قرون، 13 قرن تقريبا، الأمة تعيش في الإسلام. وأمة الإسلام هي ليس المسلمين فقط، وهذا مثبت في نصوص شرعية وتدل عليه، والعلماء تكلموا فيه سابقا وعاشه الناس، لذلك لم تعاني الهوية الإسلامية مشكلة في وجودها الحضاري بين الأمم، بل يأتي إليها من غير المسلمين ويحملون التابعية الإسلامية لتوفر العدالة والإنصاف واحترام حقوق الاعتقادات الأخرى بوصفها الإنساني، لا بوصفها الفكري، بوصفها الإنساني. هذا إنسان له أن يعتقد ما يشاء، ولكن في النظام العام هو خاضع لنظام الإسلام. بينما الغرب الرأسمالية أو الليبرالية والعلمانية لم تستطع أن تقدم هذا النموذج، ولن تستطيع، لأنها تنظر إلى الآخر بشكل الإقصاء، بشكل نظرة الحقد والكراهية العنصرية، بل حتى فيما بينهم، يعني فكرة العظم أو الدم الأزرق والدم الأسود والأبيض والأسود، هذه الفكرة ما زالت قائمة، ومنذ أكثر من 10 قرون تأخذ مجالها وأبعادها. وحتى زمن الطبقية
الإقطاعية، الإقطاعي المالك والفلاح، السادة والعبيد، الأشراف النبلاء والعامة، ونظرة الدونية والحقارة لذلك. فالغرب يعاني من مشكلة الهوية. أما نحن الأهل الإسلام فليس كذلك. أن الله عز وجل بيّن للمسلمين منذ البدء هذه الحالة الطبيعية بين الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس هذه الأمة كيانات ثلاثة: كيان اجتماعي ذكر وأنثى وشعوب وقبائل، كيان نخبوي الذي هو عنده قدرة على صنع القرار في التعارف وجذب الناس، وقرار سلطوي أكرمكم في هذا الأمر أتقاكم في إقامة الشرع بالعدل والإنصاف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر اليهود والنصارى من أمة الإسلام في حديث مسلم: والذي نفس محمد بيده، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهود من هذه الأمة، من هذه الأمة أحد يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا في النار. فإذا المسألة والحديث صحيح، والعلماء وأخص بالذكر مثلا أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم يشرح هذا الحديث، وهو والقاضي عياض أيضا في شرح الحديث، يقول بأن هنا الأمة هي الجماعة من المسلمين وغيرهم، أمة الإسلام التي أشار إليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أمتي، من هذه الأمة، من أنه الأمر يأخذ هذا البعد. فلذلك أنه أمة الإسلام لم تميز تميزا دينيا أو عنصريا، بل الأمة الإسلامية بتعريفها العام كأمة الجماعة، الأمة تعريفها الجماعة من الناس التي تعيش على وفق طريقة معينة في الحياة. فهذه الطريقة تنظم الأمة، لم يقل على يعني على عقيدة معينة في الحياة، وإنما قال على طريقة معينة في الحياة. ولكن هذه الطريقة عندنا حتى تكون الأمة الإسلامية هي أمة هي الطريقة الإسلامية القائمة على الفكرة الإسلامية، أن الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وحمله الشريعة والمنهاج. فإذا القضية ليست ابتداء ثمة مشكلة هوية. نأتي الآن إلى محور ثاني، أنه من هذه المعطيات نجد أن الإنسان يأخذ دوره الريادي في المجتمع، وبوصفه جزءا من جماعة أيضا، أو بوصفه الذاتي من مجموع الصفات التي يتميز بها، من مجموع الصفات التي يتميز بها، سواء كان فردا أو كان جماعة. لأن المسلم أو الإنسان في الأمة الإسلامية ليس فردا، وإنما هو جزء من كل، أو يجب أن يكون أمة لوحده، إن إبراهيم كان أمة. فإن لم يكن جزء من الكل يجب أن يكون أمة لوحده. أما ومعنى الأمة لوحده أن يقوم مقام الجماعة. فليس في الإسلام شيء اسمه الحالة الفردية إلا في الحساب، وكلهم آتي يوم القيامة فردا. هذا أو في التقوى في التعامل مع الكل، فلتنظر نفس ماذا قدمت لغد. إذن الدور الريادي، حتى يأخذ الإنسان دوره الريادي في بين لأمته أو لنفسه أو لجماعته بين الأمم في نظام العالم، فيجب أن يتميز في وجوده بالعظمة. وهذه العظمة لا تأتي إلا من الفكرة التي آمن بها، والفكرة الإسلامية فكرة عظيمة، لأنها فكرة إنسانية واسعة عملية شمولية، هذه الواقعية. فلذلك أنه الفكرة الإسلامية سنأتي إليها في الذكر أيضا فكرة عظيمة بذاتها. وكذلك حتى تكون الأمة عظيمة وتتميز بعظمتها، فالأمة العظيمة التي تحمل فكرة عظيمة هي الأمة التي تحمل
فكرة عظيمة. لا يمكن أن تكون الأمة عظيمة بدون فكرة عظيمة. قد تكون الأمة كبرى واسعة، ولكن العظمة التي تليق بالإنسان ويجب أن تكون من فكرة مستنيرة فيها الخصائص الواقعية والعملية والإنسانية والشمولية، هكذا يجب أن تكون. والأمة العظيمة وهي تحمل فكرة عظيمة لكي تبرز في الوجود وتتميز في الوجود بهويتها، يجب أن تمارس، تعبر عن هويتها، تعبر عن فكرتها بين شعوب الأمم الأخرى. فلا بد أن تنتمي لفكرة محددة بمواصفاتها المستنيرة التي ذكرنا، وبنفس الوقت يكون ولاءها لهذه الفكرة، ما ولاءها لطائفة أو عرق أو جهة معينة، وإنما ولاءها للفكرة بجودة التطبيق وبالمحافظة عليها في التطبيق بين الناس بالعدل والإنصاف بغض النظر عن المعتقد والدين. وقلنا أنه لم تكن ثمة مشكلة، مشكلة هوية في الأمة الإسلامية على ما ذكرنا، أفرادا وجماعات ونخبا، مفكرين ومجتمعا ودولة وحكما، إلا أن الأمة العريقة، هنا الإشكالية، أن الأمة العريقة العظيمة عندما تتعرض لنكبات تمعسها وفي حاضرها معسا شديدا وتتداعى عليها الأمم من كل حدب وصوب، هنا لابد أن يلتفت أبناؤها إلى واقعهم، إلى دورهم الريادي في العالم، إلى حملهم للفكرة، إلى مفهوم محدد هويتهم، إلى المفهوم هذا الهوية بالمفهوم الإسلامي التابعية، لمن يتبعونهم، لمن، على من يرتكزون، كيف يتوجهون. هذه التابعية أو الهوية يجب أن يلتفت إليها الأبناء البررة، لأن الأمة الآن وأكثر من 100 سنة تقريبا هجرية تعاني من حالة الشتات والتفكك والانفصام، وتعاني من حالة الغلبة التي وقعت عليها نتيجة المؤامرات عليها ونتيجة ضعفها الداخلي وعوامل كثيرة ربما لا يسعنا ذكرها، لكن المهم أن الأمة تعرضت إلى حالة السحق والمعس الشديدين وحالة التفكك. هذا كله جعل الأمة تشوش عليها هويتها بشكل أو آخر. فيستدعي هذا منا النظر، أو من أبناء الأمة الواعين، لأن حقيقة الأمة التي يعني حين تكبو أو تتعرض للهاوية أو الانزلاق ولا يوجد من أبنائها من يلتفت إلى معاودة نهضتها من جديد وقومتها بالفكرة، هذه الأمة آيلة إلى الهلاك. ولكن الحمد لله الأمة الإسلامية تتجدد، وهذا وعد الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم في آية الخلافة الثانية، وبنفس الوقت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فهذه الأمة تتجدد حيويتها، لذلك يستدعي هذا الواقع الحال وهو تشوش الهوية وغياب أو رجرجة المفاهيم عند أبناء المسلمين، العوام من المسلمين، وحتى عند النخب وبعض النخب وبعض المفكرين، أنه لابد من النظر في حاضر الأمة وماضيها والاستشراف على مستقبلها. هذه حالة طبيعية لأي أمة من الأمم تكبو، لابد أن ترجع إلى ماضيها، إلى حاضرها، إلى كيف تعالج واقعها في مستقبلها. بل يستدعي هذا النظر ليس التجارب في تجارب الأمة ذاتها، بل حتى ممكن أن ننظر إلى تجارب الأمم الأخرى بذكاء وأصول وضوابط لبلورة، خاصة في الوسائل والأساليب والأدوات حتى نبلورها. فلذلك كانت من هنا قضية الهوية قضية مصيرية، لأنها يترتب عليها وجود وعدم، حياة وموت، قضية كرامة وعزة أو ذلة ومهانة، فقضية حفظ أعراض أو ضياع الأعراض، سفك الدماء أو حفظ الدماء.
فمن هنا أصبح قضية الهوية قضية وجود مصيري بالنسبة للأمة الإسلامية بمسلميها ويهوديها ونصاراها ومسيحيها ويزيديها وكلهم. هؤلاء عاشوا في كنف الأمة الإسلامية قرون من الزمن، ولا أحد ينكر ذلك. نعم هناك أخطاء، هناك هفوات، وهذا يحصل في كل أمة من الأمم، ولكن النظرة يجب أن تكون نظرة إنسانية ومحبة، وليس نظرة يعني بهيمية أو عداوة وكراهة. فيجب أن يتصرف الإنسان بالمحبة لا بالعداوة والبغضاء، بالعزة والكرامة لا بالمهانة والاحتقار، بالعلو للأتقياء لا بالسفه والكبرياء. لذلك أنه يترتب على هذا الموضوع أن قضية الهوية قضية مصيرية، وأنه فكل هذا يعد موضوع الهوية من الشخصية الاعتبارية أيضا، الذي يرتبط بالوجود الإنساني، بوجود الإنسان في هذا العالم، وهو يحمل تابعية معينة. أنت من تتبع؟ التابعية هي الانتماء الاعتقادي والولاء. فإن لم يكن انتماء للدين اعتقاديا للدين، فيكون هذا الانتماء عقيدة سياسية، وهذا موجود عند غير المسلمين في الأمة الإسلامية قديما وحديثا. والأساس في نشوء الهوية قلنا الفكرة. ما هي الفكرة؟ الفكرة هي العقيدة، سواء كانت عقيدة دينية أيديولوجية أو عقيدة أيديولوجية سياسية، يعني ثقافية، عقيدة دينية ثقافية أو عقيدة ثقافية سياسية. فهذه القاعدة الفكرية إذا أسس عليها ثقافة الأفراد والمجتمع ووجهت مشاعرهم على أصولها، شكلت قاعدة فكرية لنشوء الهوية وتشكيل الهوية إنشاء وتأسيسا، بناء وتكوينا. فلذلك قلنا الهوية هي التابعية للفكرة بالانتماء لها والولاء لمن يعتنقها ويعبر عنها في سلوكه على مستوى الفرد والجماعة والنخبة والواقع الحقوقي لسياسة الدولة وسلطة الحكم. كل هذا يتعلق بالهوية، لأنه الهوية هنا أنه الإنسان مرتبط مع الآخر بعلاقة. هذه العلاقة ما الذي يسودها؟ الهوية هي التي تعبر عن الناس والعلاقات. الناس والعلاقات هم المجتمع، العلاقات هو الأفكار التي يحملها المجتمع ويؤمن بها، والنظام الذي يحتكم به إليه، والمشاعر التي تسوده. فإذا العلاقات ليست علاقات آنية أنانية أو مصلحية، وإنما يجب أن تكون مصلحية وآنية ولكن ليست أنانية، ترجع إلى نظام، هذا النظام يرجع إلى أفكار تسود المشاعر والحالة الوجدانية. لذلك كانت الأفكار التي تشكل الهوية منها الرتيب التقليدي، ومنها الفكر الضيق المحدود، ومنها الفكر المنحط، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل قلت سأذكره، ومنها الفكر الشمولي الواسع العملي، ومنها الفكر المستنير. فما الفرق بين الشمول الواسع العملي والمستنير؟ الفكر الواسع العملي الشمولي كالرأسمالية والديمقراطية الشيوعية الاشتراكية، هذه النظم شمولية ولكنها ليست مستنيرة، لأن المستنير هو الذي ينظر ما قبل الحياة الدنيا وما بعدها والرابط بين هذا وذاك. أما الفكر الضيق المحدود فهو الفكر الذي يربط، يرجع إلى الخلف، يعني أنه الأمة الآن إذا ترجع إلى مبدأ فهذا فكر مستنير، لكن الأمة إذا ترجع إلى عرق أو طائفة أو شيء من هذا القبيل فهذا فكر ضيق. إذا ترجع إلى فكرة الدم والنسب هذا فكر ضيق. إذا ترجع إلى فكرة الوطن بالمفهوم الغربي أنه يعني الأرض والتراب وما إلى ذلك لا معنى له، فهو فكر منحط، مع أنه الوطن شيء مهم والقوم شيء مهم. لا يفهم من كلامي أن هذه غير مهمة، ولكن أن أنتبه إليها. أما الفكر الرتيب التقليدي فهو الفكر الجامد
الذي لا يستطيع أن يقدم معالجات. لذلك نقول أنه لا بد من البحث في الهوية، للبحث في الهوية المناسبة للإنسان، النظر في الفكر الذي يلائم فطرة الإنسان فيقنع العقل ويملأ القلب طمأنينة، وهو صالح لنظام الأمة والعالم، فيتميز بصلاح الرؤية في فكرته وطريقته لنظام الأمة والعالم وصحيح الرؤية، يعني لا ينظر بأفق ضيق أنه هذا من بني فلان وهذا من بني علان، لا ينظر هذا مسلم وهذا مسيحي وهذا يزيدي، هذا فكر ضيق، لا ينظر للطائفة، يجب أن نكون عابرين لهذا، ننظر نظرة شمولية إنسانية واقعية عملية مستندة إلى الحقائق التي تليق بالإنسان. من وجه آخر، أن الأسباب الموجبة لإشكالية الهوية حقيقة أن القائمين في العالم الإسلامي في الغالب، في غالب القائمين بالمثقفين والمفكرين والساسة وما إلى ذلك، أو القائمين على الحراك السياسي والثقافي والفكري، يعانون من مشكلة كبيرة. هذه المشكلة تؤثر على الهوية، فهي إشكالية عظيمة. ما هي هذه المشكلة؟ هي التخلف عن الإسلام والتبعية لثقافة الأمم الغربية، التخلف عن الإسلام والتبعية لثقافة الأمم الغربية وبخاصة الأمم الأوروبية، فنجدهم في الغالب يدورون بأفكار على طريقة اشترار الفكر في تشخيص المشكلة ووصف العلاج، لا يبحثون في حقيقتنا وهويتنا، وإنما فكر المهزوم، العقل المستقيل كما يقول الجابري. فإذا المسألة أنه نحن نحتاج إلى عقل مستقل وليس مستقيل يبحث الأمور بعمق واستنارة، بل يغفل كثير من المفكرين والساسة عن قصد أو بغير قصد عن الإسلام، وهم يمارسون الانجذاب إلى الفكر الغربي بفلسفاته العديدة المتنوعة على غير إدراك سليم للإسلام وبغياب الوعي التام لما يلزم في القومة بالفكرة والنهضة على أصولها. هذا أمر نحتاجه، إن مشكلة الهوية تختلف بحسب الحيز الذي تحمل خصائصه. مشكلة الهوية تختلف، فالحيز الفردي غير الحيز الجماعي، هذه من المشكلة أيضا، لابد من الفرز، تحرير المسألة. وهكذا في إشكالية خصائص الهوية للنخبة والجماعة والمجتمع والسلطة، وكل هذه الإشكاليات ترتبط بهوية الأمة التي يعاني منها الإنسان، أو يعاني الإنسان فيها من إشكالية الهوية عامة، يعني ليس هويته الخاصة فقط، لكن مشكلة الهوية في المجتمع عامة، وإن كان هو لا يعاني بذاته في نفسه، يعني قد يكون الإنسان هويته متميزة، واعي ومدرك ومتميز جدا بحمله الأفكار، ولكن هو في الوسط يعاني من الضغوطات التي لا تفهم، أو التي تعامل معه بتسلط أو إقصاء وفرض رأي وجبروت وممانعة شديدة، إنما يعاني من التابعية للسلطة والدولة، وهي تتناقض مع انتمائه للفكرة وولائه لحملتها غالبا. ومن الواجب على العقلاء عامة والعلماء والمفكرين والمثقفين خاصة التفكير الموضوعي الجدي في حقيقة الإشكالية للهوية وسبيل معالجتها، وهي إشكالية في الفرد أم في الجماعة؟ سؤال نطرحه هذا، وما يلحق به من الواقع الحقوقي من أعراف الأمة وعاداتها وتقاليدها وموروثاتها، هذا واقع حقوقي للاجتماعي، قد لا يكون في الواقع الحقوقي للدولة والسلطة. فإذا هناك معاناة يجب أن ننظر فيها ونحاول أن نؤصلها ونجذرها. وهل هناك حالة انفصام لا يمكن معالجتها بين الواقع الاجتماعي العرفي التقليدي العاداتي وبين الواقع الحقوقي للسلطة؟ هل ممكن أن نعالج هذا الانفصام بالإصلاح، أو يمكن معالجة الحالة بنمط سلوكي من الفكر السياسي، الحوار والمفاتحة والنصح والإرشاد؟ وهذا ما اعتنى به علماء المسلمون سابقا في محاولة الإنقاذ في هذا، الأمثلة كثيرة في هذا الباب، يعني إذا نذكر يطول ربما المجال فيدنا. وفي تقديري أن أشكالية الهوية على مستوى الفرد هي غيرها على مستوى الجماعة والنخبة وغيرها من مستوى
مستوى المجتمع الدولي. ثلاث إشكاليات عندنا، أنا اختصرت الموضوع أنه هناك ثلاث مشكلات في الهوية: مشكلة الفرد، مشكلة النخبة والجماعة، مشكلة الدولة والسلطة. إشكالية الهوية على مستوى الفرد، وسأعتني بها قليلا وأختصر في الباقين لأن يحتاج الموقف أكثر، وربما أطلت أنا عليكم، آسف يعني. قلت يعاني إشكالية الهوية على مستوى الفرد، يعاني غالب الأفراد في العالم الإسلامي من الإهمال لأنفسهم. شوف الناس عندنا، ناس مشغولين إما بتضييع الوقت أو مشغولين بما لا ينبغي الشغل فيه. ونعم هناك ناس يكدون ويكدحون من أجل المعيشة وما إلى ذلك، فجزاهم الله خير، الله يعينهم على ذلك. ولكن أنا أحكي على الشكل العام، أنه هناك إهمال للإنسان، إهمال للإنسان، لنفس الإنسان. الإنسان يهمل نفسه، والإهمال من الآخرين أيضا، إهمال من الرعاة، أنه لا يهتمون بوعي الجمهور، الوعي الجماهيري أو سيكولوجيا الجمهور. هذا مهم جدا، وظيفة الحكام هذه، وظيفة الدعاة. يعني الواعظ يخرج إلى المنبر أو كرسي الوعظ وهو مشغول في أمور تقليدية جدا جدا، لا يهتم بمشاكل الناس. هذا إهمال للفرد، وانشغال يعني أهل الاختصاص، هذه من المشكلات، عن النظر في شأن انتماء الأفراد الجمهور وحقيقة ولائهم. يعني ينبغي على الواعين والمثقفين والمتعلمين والوعاظ والفقهاء والمفتين والعلماء والساسة والموجهين والتربويين، الكل ينبغي عليهم أن يهتمون بثقافة الانتماء عند الأفراد وتوجيه الولاء إلى الشيء الصح. وهذا ليس يعني متعذر، هذا ممكن، لكن يحتاج إلى انتباه إليه. بل لا يكاد يوجد لديهم مقومات الهوية. هؤلاء الأفراد مقومات الهوية في الانتماء والولاء لا تكاد تكون موجودة لديهم بإدراك مبصر ووعي. وتكاد أحسن صور الانتماء عند الأفراد تلك التي تظهر بصورتها من التدين الفردي. أما باقي السلوكيات والتصرفات فهي على مجريات العادة والأعراف والتقاليد بالتلقين والمحاكاة. يعني هو يصير مع العادات والتقاليد والكذا خوفا منها، ليس خوفا من الله أو استحضار لمفاهيم الشريعة. يعني شخصية الإنسان المسلم فردا أو جماعة تقوم على مقومات الشخصية أربعة: العقيدة الصالحة الصحيحة، العبادة الخالصة، المعاملة المنضبطة بالشرع، الأخلاق الفاضلة. هذه أربع مقومات للشخصية. هذه المقومات للهوية يكاد الإنسان غالب المسلمين أو غالب الذين يعيشون في الأمة الإسلامية يعانون من ذلك، يعانون من ذلك. ولذلك يمكن إجمال إشكالية الهوية عند عامة أفراد الجمهور وغالبهم أنها تغلب عليها الفردية، والنظر من زاوية ما يخصه لا ما يرتبط به مع الآخر، وهو يدور في مشاعر الآنية والأنانية، لا يحسب حساب للآخر إلا على قدر فرديته وأنانيته. ينظر بزاوية ضيقة يكاد يبصر عند أرنبة أنفه. غالب الناس هذا، يعني هذا من ما يؤسف له، لكن هي حقيقة موضوعية يجب أن نشخصها ونداويها ونعالجها. ثم بعد الفردية تغلب على غالب الأفراد صفة اللامسؤولية. صفة اللامسؤولية، أنا إيش علي؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في غير محله، تركه وتشعلك منه ينطح رأسه بالحائط. هذا موجود، هذا الأمر اللامسؤولية، بينما الإسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الله سائل كل راع عما استراح حفظ أم ضيع، قفوهم إنهم مسؤولون. ومن تغلب صفة اللامسؤولية بالضرورة تبعا للصفة الأولى الفردية، ثم صفة استمراء الواقع الفاسد نتيجة الإهمال، نتيجة الفردية، نتيجة الأنا والأنانية، نتيجة اللامسؤولية. ماذا يصير عنده؟ يرى المنكر عادي، يرى المعروف لا يعين عليه، يرى الحاجة للدعوة للخير لا يبين. هذا استمراء للواقع الفاسد. ثم صفة ضعف الثقة بالإسلام عن جهل وقلة اهتمام بالفروض والواجبات.
إذا تقول له هذا ضعف ثقة بالإسلام يقول لك أنت تشكك بإيماني تكفرني، لا ليس كذلك. الثقة هي الإيمان العملي وليس الإيمان الاعتقادي، أنت معتقد بالإسلام ولكن إيمانك العملي فيه ضعف، ضعف الثقة بالإسلام عمليا بترك قلة الاهتمام، وليس أقول بترك الواجبات والفروض، لا، بقلة الاهتمام بالفروض والواجبات. ثم مما يعاني منه الفرد المسلم في تشكيل هويته غياب المعلم النابع، هذه النقطة الخامسة أو الإشكالية الخامسة الذي يرشده إلى الطريق الصحيح. ثم صفة سادسة إهمال شأن نفسه لمعرفة حقوقه وواجباته. غالب الناس مهمل في هذا، يعني تصير مشكلة بينه وبين البيت مثلا ما يهتم بمعالجتها بشكل جدية، وإذا عالجت وتغافل عنها مشاها، لا، عالج الأمور بجدية موضوعية، تعمق بالبحث. هذا إذا ما تستطيع تدخل حكيم وحكم يدلك على الطريق الصحيح. بل غافل تمام الغفل عن سلامة إسلامه في الغالب وما يلزم لوظائف الإسلام في حياته. والطريقة في المعالجة برعاية القومة بالفكرة على قدر ما يستطيع. قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وأن يتعلم المسلم من باب المعالجة، أن يتعلم المسلم وحتى غير المسلم باعتباره جزء من الأمة الإسلامية، أن يتعلم الفرد ما يجب لسلامة إسلامه من أن الله عز وجل خلقنا وتكفل برزقنا وقدر آجالنا واستخلفنا في الأرض لنعمرها على الطريقة من الشرع والمنهاج من النبوة، وأن يتعلم كل ما يلزم لاستقامته في إصلاح جزئيته في الكل الجماعي. أنتقل إلى شيء أخير تقريبا، هي إشكالية الهوية على مستوى النخبة والجماعة. النخبة هم أهل الاختصاص من العلماء والمفكرين والمثقفين والوجهاء والعاملين في شتى حقول الحياة، في المجالات عامة لتوجيه عامة الناس وخدمة خاصتهم ممن يحتاج إلى خصوصية في ذلك. والإشكالية في هؤلاء إذا أهملوا أنفسهم ونظروا لأنفسهم نظرتهم للعامة وتدنوا إلى أن يكونوا مثل عوام الناس، فهنا ونظروا نظرة اليأس والقنوط إلى الجمهور، فكل هذا مشكل. أو حملوا بعض أمراض الأفراد أو أمراض الحالة الفردية أو الانشغال بسفاسف الأمور وترهاتها، هنا الإنسان ينبغي أن يشتغل بما يليق به. أنت متعلم، أنت مثقف، أنت نخبة، يجب أن تكون في الصفوة، في القدوة. أما الإشكالية الحقيقية في النخبة فهي إذا رضوا بالأوضاع التي تعاني منها الأمة، رضوا بهذا الواقع بالابتعاد عن التفكير المنتج للأفكار والأعمال، ورضوا بالسطحية والسذاجة، وتقبلوا الواقع كما هو من غير تدبير لما هو عليه ولما يجب فيه. أما إشكالية الهوية على مستوى الجماعة فهي لابد أن تكون بالنظرة الموضوعية، علاجها يكون بالنظرة الموضوعية والجدية في الجواب على 5 أنواع من الأسئلة. السؤال الأول، من نحن؟ لماذا نحن؟ المفروض أبحث في نحن حتى تكتمل عندي الهوية، لأن قلنا الهوية الهو بين جناحي الأنا والنحن. من نحن؟ لماذا نحن؟ الجواب على ماذا نريد، ماذا يراد منا، لماذا يراد منا، الجواب على كيف نريد، كيف نمارس ما نريد أو ما يراد منا، مع من نعمل، نحن من مع من. هنا لابد من مراتب الجرح والتعديل ومراتب القدرات التي يستطيع منها الجمهور أن يقدم. ثم لابد من تأسيس النظر على أصوله لإنشاء مشروع النهضة وإكمال عناصر الهوية الجماعية، وهي 3: تأسيس المعتقد الإيماني على أصوله لتحصيل الانتماء. هذا لا أقصد المعتقد الديني، المعتقد الإيماني هو المعتقد السياسي، يعني مثل وائل الحلاق يتكلم ولا فقيه من الفقهاء وهو مسيحي، سليم الباز يشرح المجلة الدستور الدولة العثمانية كأي فقيه آخر، هذا العقيدة المشروع. نبيل خليفة تسمعه وتقول يعني هذا ولا قيادي من قيادات المسلمين، هذا جزء من الأمة الإسلامية،
هذا قائد حقيقي في الأمة، لكن ننظر إليه نظرة الدين أم نظرة الجزئية في الكل؟ أنا أنظر له نظرة الجزئية في الكل بغض النظر عن معتقده الديني، لأن قلت قبل قليل أن الأمة الإسلامية ليست أمة دينية بالمفهوم الكهنوتي، وإنما أمة مبدأها الإسلام، تعيش على طريقة الإسلام، تضم إليها المسلمين وغير المسلمين، واللي هم المسلمون المعروفة هويتهم، وأهل الذمة معروفة هويتهم. وأهل الذمة ليس كلمة انتقاص، بل هي كلمة تساوي مع المسلمين في الرعاية، يعني لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، إلا ما خص به المسلمون أو خص به غير المسلمين. فإذا الموضوع هكذا، ثم فهم الشرائع في السياسة والإدارة، ثم العناية بالأخلاق والمشرب السلوكي، هذا لابد للجماعة حتى تنهض في هذا الاتجاه. وأخيرا ثالثا، إشكالية الهوية للسلطة والدولة، تستمد الدولة سلطتها في الإسلام من الأمة، ما عندنا غلبة، هذا في التاريخ نمط مشوه، فالسلطان للأمة باختيار الحاكم، فتعطي الأمة سلطتها لسياسة الدولة وقيادة الحكم لمن تراه مناسبا لإقامة الشرع في نظامها بالعدل والإحسان والإنصاف. وتتمحور الدولة الحديثة في اتجاهين، الآن الدولة التي نعاني منها تتمحور في اتجاهين، اتجاه الأول نموذج الدولة الغربية، وهي مرت بمراحل، مرحلة الانتقال إلى الدولة القومية، إلى الدولة الوطنية، إلى الدولة الدستورية، الدولة الرأسمالية الدستورية أو الدولة الديمقراطية الدستورية، والاتجاه الثاني الدولة الراشدة، وهذا موضوع يطول الحديث فيه، وربما أتناوله في محاضرة لاحقة إن شاء الله تحت عنوان مقومات الهوية بعد إشكالية الهوية. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأنا أعتذر عن الإطالة.